معي من بيروت دكتور دومت كامل، رئيس حزب البيئة العالمي والمرجع البيئي العالمي. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور دومت. إذا الخطر الأبرز اليوم بعد ما تم التقاء الحمم بالمحيط الهادئ طبعا مع المياه المالحة، ما الذي نتوقعه بعد كغير ما نشهده يعني طبعا للأسف؟ اولا بدي مشيك اثنين. الوضع الخطير جدا يلي عم بيسيطر بالمنطقه هو من جراء قتل هوائيه معبيه بغازات الصادره من البركان والغبار وجزيئات الزجاج وامور اخرى. بس ولكن بدي اقوله، بدي اشدد عليه الشيء الخطير جدا. كل كتله بركانيه، كل كتله هوائيه بركانيه غير متحركه ثابته ثابته، ما في عندها امتداد هوائي سريع يقطع فيها، هي بتصير كتله غازيه خطيره جدا خاليه من الاكسجين وفيها الغازات الخطيره اللي تؤدي للوفاه بشكل كثير عالي. الموضوع هيدا خطير جدا، وخاصه انه هي هالكتله اليوم موجوده بحدود ال 40 كيلومتر، نعم بارتفاع 3 او لحدود ال 5 كيلومتر. هيدي كتله غنيه جدا بالغازات الخطيره، خاليه جدا، خاليه نسبه الاكسجين واطيه جدا فيها، ما في ولا كميه الاكسجين المطلوبه للعيش. وايضا الخطر الاكبر الجزيئيات يلي عم بتنشئوها الناس، هي الغبار وايضا الجزيئيات الزاز وامور اخرى يلي هي الحجم تبعها تحت 500 ميكرون، يلي بتقدر تضل طايره بالجو لفتره طويله وبيقدر يتنشأ الانسان كثير بسهوله وكثير بالرئتين. حتى في بعض مناطق الكمامات ما بترد، الكمامات العاديه ما بترد هالجزيئيات هيدي، وايضا بتاثر على العينين وعلى الجلد. هذا الموضوع بده دراسه وبده وقايه خطيره علميه كثير مهمه من اجل حمايه هالناس. وايضا بدنا نشدد على شغله مهمه كثير، هو عدم مرور الطائرات ضمن الكتل البركانيه، لانه في حال قطعت الطيارات بهالكتل البركانيه يلي بتكون نسبه الاكسجين واطي فيها، وايضا الجزيئيات الخطيره جدا يلي بتفوت على محرك الطياره وممكن تاثر عليه بشكل تاكيدي 100%، مش انه بشكل يوم ممكن، لا بتاثر بشكل خطير. فلذلك في امور كثيره بدنا ناخذ بعين الاعتبار عملها. وايضا بدها توعيه للمسارات الهوائيه، الطيارات الهوائيه اللي بتقطع من ميل لميل اكيد بتكون معبيه بالغازات الخطيره يلي صادره من البركان، وايضا بيكون فيها الجزيئيات. والخطر الاكبر عندما بيكون البركان بتوصل له المي وتحت تاثير على حراره عاليه جدا، بيصير عندنا انفجارات كثير خطيره جوا. والانفجارات هاي مثل ما ضويت عليها بالتقرير، ضوي عليها ضمن الانفجارات هاي، ساعتها بتصير تطير الصخور الكبيره وتطير من البركان لمسافات عاليه لمسافات بعيده، وبتزيد من الحمم اللي عم تطلع. ممكن هذا يعني الثوران العنيف كان متوقع بانه بنصف هذا الشهر ايار مايو، هل نتوقع ايضا ثورانا اعنف؟ وكم مده نشاط البركان بشكل عام دكتور دومت؟ ما له واحد وقت محدد، بس ولكن لا يزال الثوران موجود، وممكن كثير انه يكون في عندنا حمم زياده وانتاج كتل ضخمه جدا من الكتل الهوائيه لمسافات بعيده. بس ولكن ضمن الأقمار الاصطناعية اللي بتكون عم بتراقب هالبركان بتقدر تحدد مساره، وبتقدر تحدد الوقت تبعه قديش بالنهار او كم الكميات عم بكبها بالجو. بس ولكن ما تفكري بركان بيصور وبيرجع بسرعة، ينطفي بده وقت. بس ولكن الخطر الأكبر هو الهدف الأكبر هو حماية السكان الموجودين، حماية البيئة والأثر البيئي تبع البركان. كل بركان له أثر بيئي ما معين، في حال اندرس الاثر البيئي له بشكل علمي نعم بينحمى كثير المنطقه وبينحمى العالم. انا اشكرك جزيلا على هذه المشاركه معنا، اعذرني انتهى وقتنا. دكتور دومت كامل، رئيس حزب البيئه العالمي، مرجع البيئه العالمي، شكرا.